السلام عليكم عدنان جي. سلام سبيشال مو مفرد. میری نیندوں کو چھو کر تم جو سب سر پہلا مانگ یا میرا جھمکا اٹھا کے لایا یار وے جو گرا تھا برلی کے بعد انباء من قلب الحدث واخبار حصري عن نجوم عالم بوليوود والدراما الهنديه. نجم بوليوود أجاي ديفغان يتجاهل كاجول أمام الجميع في أضخم حدث بوليوودي. علاقة باردة وإهمال واضح يجعل كاجول حديث مواقع التواصل الاجتماعي. ماذا يحدث بين النجمين وكيف علق المعجبون على ذلك؟ نجمة بوليوود جاكلين فرنانديز تتعرض لمهاجمة إعلامية أثناء خروجها من المحكمة، ومستجدات حصرية عن قضية اعتقالها، وفيديو حصري لها من قلب الحدث. نجمة بوليوود جانفي كابور تخرج عن صمتها حصريا وتتحدث عن الرحيل الغامض لوالدتها النجمة سريديفي. كيف تعاملت جانفي مع الصدمة وبماذا صرحت حصريا؟ في عام 2018 صدم الشعب الهندي عامة ونجوم بوليوود خاصة بخبر رحيل أيقونة السينما الهندية سريديفي في ظروف غامضة، ولحد الآن ما تزال قضية رحيلها لغزا محيرا وتنضاف إلى قائمة القضايا الغامضة التي أنتجها عالم بوليوود. لتقف اليوم نجمة بوليوود جانفي كابور بقوة وحزم لإكمال المسيرة الفنية لوالدتها سريديفي، إذ خرجت عن صمتها مؤخرا أثناء ترويجها لفيلمها الجديد إيميلي، وكشفت حصريا أنها لم تتمكن بعد من تجاوز صدمة رحيل والدتها، وأنها ما تزال تحت الصدمة على الرغم من مرور سنوات على الحادث. إذ صرحت قائلة: لأكون صادقة معكم، أعتقد أنني ما زلت تحت تأثير الصدمة، لم أتعالج بعد منها. كما أكدت على أنها تفتقدها كثيرا تفتقد إلى وجودها بجانبها في أصعب مراحل حياتها. كما أضافت متأثرة: لقد فقدت أمي، ولا أعتقد أن هذه الخسارة سأتغلب عليها أبدا. بعد ظهر يوم الثلاثاء تم الإفراج عن نجمة بوليوود جاكلين فرنانديز بالكفالة من قبل محكمة دلهي في قضية الابتزاز وغسيل الأموال المرتبطة بالمتهم سوكيش شاندراشيخار. فبمجرد خروج جاكلين برفقة فريقها القانوني من مبنى المحكمة سرعان ما تحول المشهد إلى فوضى عريمة وتدافع عنيف من قبل المصورين والصحافة، لتجد جاكلين فرنانديز نفسها تعيش نفس المشهد الذي عاشته الممثلة ريا شاكرابورتي المتهمة في قضية رحيل نجم بوليوود سوشانت سينغ راجبوت. كما أكدت العديد من الصحف الهندية أن تهمة جاكلين فرنانديز قد أثرت على مسيرتها الفنية بشكل كبير بسبب تراجع العديد من شركات الإنتاج عن توقيع عقود عمل معها. بس
لقد نظم مخرج فيلم دريشياما الجزء الثاني من بطولة النجمين تابو وأجاي ديفغان عرضا ترويجيا للفيلم في مومباي، إذ حظي الحفل بحضور ألمع نجوم بوليوود ونجوم الدراما الهندية وعلى رأسهم فيديوت جامويل، هارشفردان كابور، تابو سهيل خان، هيل شاه والزوجين كاجول وأجاي ديفغان اللذين أحدث حضورهما في الحفل ضجة واسعة بين صفوف مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إذ لاحظ المعجبون تجاهل أجاي لزوجته كاجول أمام الجميع وعدم محاولة لمسها أو الاقتراب إليها أو الإمساك بيدها أمام الصحافة. إذ تظهر كاجول وهي تحاول التقرب من أجاي والإمساك بها أثناء التقاطهما للصور، وهو يبتعد عنها بشكل واضح ولا يعيرها أي اهتمام. وللإشارة فهذه ليست المرة الأولى التي يتعامل فيها أجاي مع كاجول بهذه الطريقة، بل أكد العديدون أنه لا يوجد أي تفاهم أو انسجام بين الزوجين سواء أثناء ظهورهما في اللقاءات الصحفية أو في المناسبات العامة. وأنتم ما رأيكم؟ شاركونا بأرائكم في خانة التعليقات. सर पहला मांग या अजय सर फर्स्ट मांग अजय सर पिक्चर हो पिक्चर सबको पिक्चर चलो भाई सबको पिक्चर मार दो फर्स्ट मांग फर्स्ट मांग पिक्चर हो भाई सर भाई इधर पे भी इधर पे भी बोल भाई भाई गाजर में इधर अरे मोनी का हटो फर्स्ट मार्क बस बस तो बोलते नहीं है तुम लोग यार मुझे देखो बोलो हाँ बोलना जल्दी क्या नाम रखा है क्या नाम रखा वाह अली जी यहाँ पे ना भाई अली मैम